طبيعة الحال وعلى عادتها جمعية الأطباء للعلاج والتخدير بالشمال العام اليوم الدراسي السابع اختارينا موضوع مريض السكري بصفة عامة لما ذلك من أهمية قصوى. كنعرفوا بأن لا بريفالونس يعني المرضى الجدد كل سنة ديال مرضى السكري تيوصل ل 10%، يعني من كل 100 مريض سكري كيتزادوا عليه 10 جداد كل سنة. دونك حنا راه واصلين براتيكمون واحد 3 مليون مريض سكري في المغرب. 3 مليون كتعتبر تقريبا فوالا 10%. بالنسبة للمرض السكري في حد ذاته هو مرض بيان سور انفلاماتوار كرونيك، يعني كيقيس جميع الأجهزة والأنظمة ديال الحيوية في الجسم. الحمد لله بفعل البيولوجي موليكولار، يعني البيولوجي الحيوية موليكولار، دونك كاين أدوية جديدة اللي هي قريبة من الطبيعة العادية ديال الإنسان اللي كيكون الفعالية ديالها كبيرة والمضاعفات ديالها تتكون صغيرة. وبالتالي كان علينا ولابد أننا حنا كأطباء إنعاش وتخدير نكونوا على علم ودراية بهذه الأدوية الجديدة والتقنيات الحديثة كذلك في هذا الميدان هذا لتداخلها مع الأدوية وطبيعة المجال اللي كنعملوا فيه، لا في المركب الجراحي أو لا في قسم العلاج أو حتى في قسم المستعجلات، لأن كاين يعني مسائل جديدة كتسرع التشخيص وكتكون يعني التكفل بمريض السكري تيكون يعني بواحد السرعة وكيكون إيفيكاس بارابور اللي كان قبل. بطبيعة الحال كاين هذا الشق العلمي في الجمعية، ولكن كاين حتى الشق الأدبي أو الاجتماعي اللي هو الندوة الاجتماعية اللي كنظموها كل سنة. هذا العام كذلك المعاناة عند مريض السكري جنا جمعية المجتمع المدني، كاين الناس ديال وزارة الصحة باش يتكلموا على لي بروغرام ديالهم، البرامج ديال تكفل مريض السكري. جمعيات المجتمع المدني حتى هي عندها الدور ديالها كبير في تأطير المرضى. كنعرفوا بان احنا عندنا المجتمع عنده واحد الثقافه شعبيه، عنده واحد الثقافه واحد الارث الثقافي ديالنا اللي ما عندنا ما نديروا هادشي اللي عطى الله. كاين الناس اخصائيين في التغذيه ديال المريض السكري بطبيعه الحال، وكاين الناس ديال المستشفى الجامعي اللي عندهم واحد لي بروتوكول، يعني واحد البرامج جد دقيقه في التكفل بمريض السكري. اليوم في هذا المؤتمر السابع لاطباء الانعاش والتخدير وطب المستعجلات تم الحديث عن الالام المزمنه عند مرضى السكري وكذلك كيفيه علاجه، دونك بواسطه تقنيات حديثه اللي قدرنا اليوم الحمد لله ندخلوها للمغرب، وقدرنا بان مثلا لا راديو فريكونس اللي هي واحد التقنيه حديثه وكتمكننا اننا نقصوا هذا الالام اللي كيعانيوا منها المرضى السكري، وكذلك علاجات اخرى اللي يقدروا يستفدوا منها.